بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في فيديو النهاردة إن شاء الله عن الحلقة الثانية من مسلسل بنت القبائل الجزء الثاني 2024. وأول ما نبتدي الكلام نصلي على النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي في سرد وتفاصيل وملخص وأحداث الحلقة الثانية من مسلسل بنت القبائل الجزء الثاني 2024. طبعا قلنا في آخر مشهد من الحلقة اللي فاتت بأنه رحيل كانت بتحفر في بيتها، وكان بجوارها حمدان الديب وبنتها طير البر وسواق الحفارة. ونهينا الحلقة بأنه وجدوا مقبرة آثار كبيرة في البيت اللي بتحفر فيه رحيل. فطبعا لما وجدوا المقبرة حمدان الديب قال إنه المقبرة بتاعة الآثار دي تنقسم ما بيننا بحق ربنا، ورحيل رفضت لأنه الأرض قالت أرضي وإنت مليكش أي حاجة يا حمدان. فطبعا في اللحظة دي الشيطان كبر الفكرة في حمدان الديب وجعل الطمع يعمي عينيه، فطلع مسدسه وقتل طير البر وسواق الحفارة وضرب برضو رحيل طلقة، ولكن الطلقة جات في كتف رحيل وأغمى على رحيل. ووقتها حمدان الديب ورجالته أخذوا كل الآثار وقالوا يا فكيك من البلد. فبعد كده ناس البلد وشيخ البلد جوه، فلقوا إن طير البر وسواق الحفارة اللي اتنين ماتوا وأمر ربنا نفذ فيهم، ولكن رحيل لسه وجدوا فيها الروح، فطلبوا ليها الإزعاف وذهبوا بيها إلى المستشفى وودوها العناية المركزة. وهناك الأطباء عملوا ليها عملية جراحية وطلعوا منها الرصاصة، وحالتها الصحية بدأت تتحسن. ولكن لما عرفت أن طير البر بنتها ماتت وسواق الحفارة طبعا كانت ناقصة تتجنن، ولكن جوزها حجاج صبرها وقال بأنه هو لازم حيلاقي حمدان الديب وحيقتله. فحمدان الديب باع الآثار اللي معاه ب300 مليون جنيه، فطبعا اشترى أفخم عربية وأفخم قصر في الشيخ زايد. فبعد فترة قرر انه يرجع البلد، فاول ما رجع البلد طبعا حب يخلص من رحيل. فطبعا حمدان الديب قتل جوزها حجاج وشيل قضية قتل جوزها حجاج لرحيل، لفق ليها تهمة ظلم علشان يزلها هو وزورها في السجن. فهو كان قادر يقتل رحيل ولكن رفض علشان يزلها كل ما يروح يشوفها مزلولة في السجن. فطبعا رحيل بعد ما تم القبض عليها المحكمة الجنائية حكمت عليها بالأشغال الشاقة. فطبعا في القفص في المحكمة قال حمدان الديب وهو بيضحك، فطبعا رحيل قالت لي حياجي اليوم يا حمدان اللي حخرج فيه من السجن وقتلك وزلك زي ما زليتني ووقعت قلبي على عيلتي. فقال حياجي اليوم، قال مين يعيش بعد 25 سنة؟ قال إذا عشت أساسا. فراح ردت عليه وقالت له هعيش بإذن الله، أتمنى من ربنا أنه يطول عمر لغاية لما أقبض روحك يا حمدان. فبعد كده مشت رحيل ودوها السجن. أما حمدان الديب فطبعا البلد عمل فيها أكبر وأفخم قصر واشترى سلاح ورجالة كتير جدا وتجوز أحلى واحدة في البلد، وطبعا أراد الغلابة كلها اشتراها في البلد وسمى البلد كلها باسمه، سمى الأراضي اللي اشتراها كلها باسم جزيرة حمدان الديب. أما بالنسبة للرحيل فطبعا شافت بهدلة ومرمطة كتير في السجن، وكان كل هدفها بأنها تطلع من السجن علشان تنتقم من حمدان الديب
ومن هنا تكون نهاية الحلقة الثانية من مسلسل بنت القبائل الجزء الثاني. خليكم معانا مكملين. أتمنى بأنه حلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم أعزائي المشاهدين. عزيزي المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لدعمنا وتفعيل زر الجرس ليصل كل ما هو جديد من الفيديوهات. ونشوفكم على خير الفيديو القادم. عزيزي المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لدعمنا وتفعيل زر الجرس ليصل كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.